نعيش بس بالاسعار هذو ما نقدرش نعيد، هذه اول حاجه. ثاني حاجه نرجع على غلاء كما يقول الكباش. اول حاجه الدولار راه يدعم، ولكن كاين تلاعبات. كاين موال عنده 100 كبش يقول لك عندي 1000، والدوله تدعمه ولكن هو يبيع. علاش؟ هذا يسموه الربح السريع، الجشع. الجشع، انا عمري في حياتي كنت نتصور بلي يجي كبشي ويلحق 20 مليون 25 مليون. شغل راح تشري سياره ولا تشري موطو؟ لازم الدوله تراقب. كيف نعطيك مثلا الزيت، الدوله كي طبقت قانون ولات فيها السجن، كل واحد ولا في المكان تاعو. يبان الموال هدايا ماهوش يوكلوا كروفات الكبش هذا، ولا راه يوكلوا ماهيش عارف واش راه يجيب له، فهمت كيف؟ او يوكلوا حشيش يجيب له القرط ياكل، ماهوش يجيب له حاجه يعني. ممكن الكبش يلحق 6 ملايين 7 ملايين كيكون الكبش الله يبارك، ماشي 20 25 مليون. نطالب الدوله بمراقبه الاسعار، وانا راني مع انه تجيب لنا الكباش من لا روماني بسومه معقوله. نهار تجيب الكباش هذو من لا روماني والناس تقدر تعيد وتشري، ومن بعد هو الكبش تاعو ما يتباعش، ومن بعد هو يعاود يهبط البري. فهمت كيف؟ كي يلقى الكبش تاعو قاعد له يعاود يهبط في البري. هذا هو كي تكون الوفره السعر يهبط. هما راه متحكمين. وزيد هذو مواقع التواصل الاجتماعي، الهاتف النقال هذا هو فائده ولكن ولا مضره اكثر من فائده. ولا يتكلم مع صاحبه من الجلفه، الو وراك في حاسي بحبح، شوف خويا هو البري كيفاش كيفاش. الاخر يعيط لصاحبه البيض، اسمع كم البري هذا. حتى الناس اللي تروح منا من العاصمه تشري كبش في الجلفه، كي يحسب الترونسبور تاعو يلقى روحه شغل كيما اللي شراه هنايا.